طبعا جزء كبير منكم مش هيعرف اللي انا هقوله دلوقتي ده. زمان لما كنت صغير كان ينفع ان احنا نروح الهرم بالليل، كنا يوم خميس كده ولا يوم جمعه بالليل ناخد العربيه بابا وماما وعيله وعمتي وخالاتي واصحابنا ونروح نقعد في هضبه الهرم، حوالين الهرم، حوالين ابو الهول. هيئه التجربه ديت وتكرارها ان هي ان انا اروح الهرم بالليل وان انا اشوف الحجاره بتاعه الهرم ديت وان انا اتفرج عليها وان احنا زي ما كنت بقول من شويه نلعب عليها استغمايه او نلعب وراها استغمايه، مش عارف هل هي ديت اللي خلتني اقرر ان انا اروح ادخل في هندسه قسم له علاقه بهندسه المناجم والصخور ولا لا. بس ده اللي حصل فعلا، ان انا دخلت الكليه لقيت نفسي بروح لقسم اسمه هندسه المناجم، بتخصص في حاجه اسمها ميكانيكا وهندسه الصخور، يعني الحجاره بتاعت اي حاجه شكلها عامل ازاي، بتتحرك مع بعض ازاي، بيحصل فيها ايه، كل الكلام دوت. وبعد ما اتخرج يشاء القدر ان اول مشروع ليا اشتغل فيه وانا معيد في الكليه هو ان انا يطلب مني ان انا اعمل خريطه لهضبه الهرم. قعدت 6 أشهر اروح كل يوم الصبح الساعة 5-6 الصبح كده وامشي بعد المغرب وواخد معايا مجموعة من الأجهزة ومجموعة من العمال ومجموعة من المهندسين ورايحين قاعدين جوه هضبة الهرم. ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنرصد اللي موجود على الهضبة دوت عشان في النهاية نطلع الخريطة دي. في الفترة ديت في ال6 شهور دول انا الحقيقة عرفت حاجات كتيرة قوي 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 عن هضبة الهرم ما كنتش عارفها قبل كده. عرفت كل حجر فيه موجود فين، عرفت كل فتفوتة أنا بقولها لنفسي موجودة فين، عرفنا كل حاجة، عرفنا الطرق موجودة فين، عرفنا الحتت اللي الولاد والبنات بيستخبوا فيها عشان يحبوا بعض فين، عرفنا كل الأهرامات موجودة فين، أهرامات الملكات موجودة فين، أبو الهول موجود فين، كل حاجة موجودة جوه هضبة الهرم ديت كنت عارفها كويس قوي وكنت قادر إن أنا أحدد موقعها بكل دقة وحاططها على الخريطة بتاعتها. بعدها على طول خلاص مشروع خلص واختفيت من هضبة الهرم، ما بقتش اروح كتير زي زمان وسافرت وبعدت عن الهرم ونسيت الهرم واللي بيحصل جواه. سافرت فرنسا عملت ماجستير وعملت دكتوراه ورجعت وابتديت اشتغل و و و و و وبعدين يشاء القدر انه في سنة 2014 كنت مدير لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في مكتبة اسكندرية، والاقي مكالمه تليفون من دكتور استاذي في الجامعه دكتور هاني هلال بيقول لي ياسر احنا عندنا بنفكر ان احنا نعمل مشروع عن الهرم وانا عايزك تيجي تسافر معايا فرنسا 24 ساعه نشوف نقابل الناس اللي هنشتغل معاهم في المشروع ده. لسه فكره، لسه مش عارفين اذا كانت هتتحقق ولا لا، بس احنا نفسنا ان احنا نعمل الموضوع ده. قلت له لا طبعا يا خبر، ما ينفعش حد يعني يرفض الفكره دي. سافرنا وقعدنا في باريس فعلا 24 ساعه وقابلنا ساعتها جماعه فرنساويين وجماعه يابانيين، والجماعه اليابانيين كانوا جايين يقولوا لنا على تكنيك جديد هم طبقوه في مفاعل فوكوشيما في اليابان. التكنيك دوت كان بيخليهم يقدروا يشوفوا اللي جوه الجسم من غير ما يمسكوه. يعني ايه الكلام دوت؟ قالوا لنا ده في جزيئات، في جسيمات صغيره قوي اسمها الميون، والميونات دي او الميونز دي، طبعا لازم الواحد يقول ميونات عشان تبقى بالعربي ما تبقاش بالانجليزي. الميونات ديت لما بتقع على الواحد بتعدي عليه طول الليل وطول النهار. دي جسيمات موجوده ومش حاجه هم بيخترعوها، دي حاجه طبيعيه. النجوم بتخبط في بعضها، بيحصل ثقوب سوداء، بيحصل انفجارات كونيه بينتج عنها الميونات دي. والميونات دي الحقيقه بتقع علينا طول الوقت، والميونات دي لما بتخبط في جسم اي واحد مننا او بتخبط في اي جسم موجود على الارض دي بيحصل لها حاجه من اتنين. حبه من الميونات دي بيحصل له ديسنتجريشن، بيختفي، تحول لطاقه، وحبه تانيين منهم بيعدوا جوه الجسم دوت ويروحوا ينزلوا تحتي. وقالوا ان ده معناه ان لو احنا عندنا جسم كبير والجسم دوت جواه مجموعه من الفراغات، مجموعه جواه مجموعه من
من التراكيب اللي جواه، يبقى احنا لو سلطنا عليه الميونات دي نقدر نعرف الجسم ده من جوه شكله عامل ازاي. بالظبط كده زي ما يكون عندنا جهاز اكس راي كبير قوي موجود حوالين موجود حوالين الارض، ونقدر ان احنا نتفرج على الارض كلها. طيب مش ليه لا، 24 ساعه عدوا، رجعنا مصر، قعدت اسبوع اسبوعين عمال افكر واذاكر وادور على الانترنت واشوف ايه الميونات ديت، بتيجي منين، بتروح فين، يحصل فيها ايه. واكتشفت ان فعلا في ناس حوالين العالم بيستعملوا الميونات ديت عشان ان هم يقدروا يشوفوا اجسام كبيره قوي. في النهايه في اكتوبر سنه 2015 قدرنا ان احنا نلونش مشروع كبير قوي اسمه بالعربي استكشاف الاهرامات واسرارها، بالانجليزي اسمه سكان بيراميدز. والهدف من المشروع دوت كان ان احنا نكشف، نودي الهرم عند الدكتور، نكشف على الهرم ده تاني من جوه ونشوف الهرم ده جواه ايه. لانه الهرم اللي هو منشا كبير جدا، اكبر منشا مفروض موجود على سطح الارض لغايه سنه زيرو، لغايه سنه اللي هي سنه صفر يعني، احنا عندنا مشاكل كتيره قوي فيه. واحده من المشاكل اللي موجوده في الهرم انه التركيب الداخلي بتاع الهرم اللي احنا نعرفه النهارده، احنا نعرفه من ايام الخليفه المامون، من سنه حوالي 1000 ميلادي، ومن ساعتها لغايه النهارده احنا ما نعرفش اي حاجه تانية عن الهرم. الحاجه الثانيه اللي احنا ما نعرفهاش عن الهرم هو ان الهرم اتبنى ازاي. ما عندناش اي فكره الهرم ده اتبنى ازاي. عندنا نظريات كتيره قوي، ناس كتير عندها نظريات وعندها كلام كتير قوي بتقوله عن الهرم، عمرنا ما قدرنا ان احنا نقول هي دي الطريقه اللي اتبنى بيها الهرم، لان كل نظريه من النظريات بتاعت بناء الهرم بينقصها حته حتتين، اوضه هنا، فراغ هنا، ملف هنا، حاجات هنا، ممر هنا، وده الحقيقه لغايه دلوقتي مش قادرين ان احنا نشوفه. فقلنا طب خلينا نخش جوه الهرم ونشوفه ايه تاني. مشكله اخرى موجوده برده جوه الهرم، ان احنا اكيد انتوا حضراتكم ممكن تكونوا عارفين الكلام دوت، انه الهرم الاكبر عمرنا ما لقينا جواه حاجه. عمرنا ما لقينا جواه موميا، عمرنا ما لقينا جواه لا ذهب ولا ياقوت ولا الماس ولا مغاره علي بابا ولا حتى ورقه بردي ولا حتى كتابات موجوده على 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 الجدران بتاعته. طيب خلينا نستكشف الهرم، خلينا نروح نخش جوه الهرم ده ونشوف الهرم ده جواه ايه. 2015 زي ما قلت لكم ابتدينا المشروع بتاعنا، وابتديت اروح الهرم وارجع من الهرم، ورايح فين يا ياسر؟ رايح الهرم، راجع مين يا ياسر؟ راجع من الهرم. وعشت في دور المستكشف الكبير اللي هيستكشف بقى الاسرار بتاعه الهرم ده من جوه، وهيقدر يقول ايه اللي موجود جواه وايه اللي مش موجود جواه. دي كانت الاوبجكتيف بتاعتنا لما ابتدينا المشروع، ان احنا نستعمل التكنولوجي او التكنيك بتاع الميون عشان نقدر نستكشف بيها الانترنال ستراكشر، التركيب الداخلي بتاع هرم خوفو. وكان عندنا حتتين المفروض ان احنا نقدر نشتغل فيهم براحتنا خالص، ما عندناش فيهم مشاكل، ما بيخشهمش الزوار ونقدر نشتغل فيهم، اللي هم رؤوس المثلثات الموجوده هنا ديت، اللي هي الممر اللي نازل من مدخل الهرم، واللي هي اوضه الدفن للملكه، او اللي احنا بنسميها النهارده اوضه دفن الملكه. يعني زي ما قلت لكم من شويه، الهرم لا عمرنا لقينا فيه موميا ولا عمرنا لقينا فيه حاجه. وحتى في ناس بتقول ده غالبا الملك خوفو ما اتدفنش جوه الهرم ده، ده الملك ده اساسا الهرم ده كان مبني عشان حاجه تانية، بس دي قصه اخرى مش هتكلم عليها دلوقتي. ده كان الاوبجكتيف بتاعتنا سنه 2015 ابتدينا المشروع، وقعدنا حوالي سنه نرصد في الاهرامات دي. في سنه 2016 اهو دي الافلام بتاعتنا اللي موجوده هناك. في سنه 2016 حقيقه جالنا يعني في الاجتماعات الدوريه اللي احنا بنعملها كفريق عمل، قدرنا ان احنا نقول او ان احنا بالتكنيك دوت قدرنا ان احنا نحدد انه ورا مدخل الهرم الرئيسي اللي هو موجود في الصوره دوت اللي احنا عاملينه قطعه في الصوره دوت، ورا مدخل الهرم الرئيسي دوت في حاجه، في فراغ قد يكون موجود في المنطقه دي. والحقيقه دي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لنا، ان عمرنا ما كنا نتوقع ان الهرم يكون موجود فيه حاجه في الحته دي. دايما الناس اللي بتفكر في الهرم وان فيه غرف سريه بتفكر ان الغرف السريه دي هتبقى موجوده جوه الماس بتاعه الهرم، جوه الاستراكشر الكبير بتاع الهرم. عمر ما حد فكر في المنطقه دي. طيب نعمل ايه؟ قعدنا نفكر تاني وقعدنا نجرب تاني، وقلنا يمكن احنا غلطانين، طب ما نشيل الافلام اللي احنا حاطينها ديت،
نشيل التكنيك اللي احنا حاطينه دوت اللي بيرصد الميون ونحط مجموعة تانية من الأفلام. مجرد عشان أقول لكم بس احنا بناخد حوالي شهرين عشان نعمل الإيتريشن ديت. شهرين يعدوا شهرين تالين يعدوا شهرين تالتين يعدوا شهرين ربعين يعدوا أربع أو خمس مرات نجرر فيها الرصد دوت وفي النهاية دايماً بنلاقي نفس النتيجة. الهرم في الحتة دي في فراغ عمر ما حد شافه قبل كده. طب الفراغ ده شكله عامل ازاي؟ حقيقة ساعتها ما كناش عارفين لغاية ما قدرنا ان احنا نرسم الرسمة ديت بعد سنة كاملة من الرصد بأشعة الميون. طب الفراغ دوت جواه ايه؟ ما نعرفش لان احنا عمرنا ما دخلناه. طب هل الفراغ دوت ممكن يكون جواه رسومات مثلا؟ هل الفراغ ده ممكن يكون بيودي لحاجة مثلا؟ هل الفراغ ده ممكن يكون جواه الموميا او جزء من الموميا مثلا بتاعت خوفو او جواه تابوت مثلا بتاع دفن؟ ما نعرفش. كل ده احنا بنشوفه عن طريق التكنيك اللي انا وصفته من شويه اللي هو تكنيك الميون، واحنا مش قادرين ان احنا نخش جوه عشان نشوفه، لان عشان نخش يبقى ده معناه ان احنا لازم نفك حبه حجاره من حجاره الهرم. طبعا عشان نفك حبه حجاره من حجاره الهرم دي ممكن نروح فيها كلنا كده في كلابوش ونقعد فتره من الزمن. المذهل الحقيقه في الموضوع مش ده بس، ما كانش ده بس. اهو انا هنا راسم الممر اللي انا بتكلم عليه دلوقتي على اليمين. انما المذهل في الموضوع ما كانش حقيقه الفراغ ده بس. المذهل في الموضوع كان ان احنا قررنا ان احنا نكمل الاستعمال بتاع الاشعه ديت عشان نشوف طب هو بقى الماس بتاع الهرم دوت هل بجد جواه حاجه تانية؟ هل ممكن بجد نشوف جواه حاجه تانية؟ كملنا الشغل لمده سنه كمان، وفي نهايه سنه 2017 خلينا بلاش نقول سنه، في صيف سنة 2017 في يوليو 2017 قدرنا ان احنا نحدد وجود مش بس فراغ واحد ورا المدخل بتاع الهرم، قدرنا نحدد كمان وجود اللي احنا بنسميه النهارده الفراغ الكبير اللي موجود فوق البهو الاعظم لهرم خوفو، اللي هو انا حاطينه هنا على الرسمه ديت عباره عن حبه نقط، لان حبه النقط ديت احنا برضو مش عارفين هي طولها قد ايه، هي عرضها قد ايه، هي ارتفاعها قد ايه. كل اللي نعرفه عنها انه في هنا فراغ، فممكن نتخيل ان في فراغ نص حجم المكان اللي احنا موجودين فيه دوت موجود جوه هرم خوفو فوق الجراند جاليري. طيب ما هو مين قال ان الكلام ده صح؟ مين قال ان اللي احنا بنقوله دوت صح؟ مين قال ان التكنيك ده صح؟ عشان كده رحنا جبنا فريق عمل تاني من فرنسا، رحنا جبنا فريق عمل تالت من اليابان تاني، وكان في فريق عمل تاني من امريكا عايز يجي يشتغل معانا، بس قلنا خلينا الاول نركز على الثلاثه تكنيك دول. ثلاث فرق مختلفه جينا وقلنا لهم احنا بنشك ان في المكان دوت في فراغ، تعالوا اقعدوا وارصدوا وشوفوا هنطلع بايه في الاخر. وفي نهايه سنه 2017 قدرنا ان احنا ننشر بحث، ورقه بحثيه في مجلة عالمية اسمها نيتشر، وعشان يعملوا لها ايفالويشن تاخد لها حوالي، يعملوا ريفيوينج بتاخد لها حوالي من 6 اشهر برضو لسنة كمان. مجلة نيتشر لما شافت اللي احنا عملناه ولما شافوا ان احنا قدرنا ان احنا نحدد مكان الفراغ دوت بدقة تصل الى 99.9999% وان ده مش مجرد هلاوس بتدور في دماغ واحد زي ياسر ولا واحد زي اي حد من الناس اللي بتشتغل معانا، انه لا ده بجد بالعلم بالتكنولوجيا بالرصد قدرنا ان احنا نوصل للنتيجه ديت. قرروا ان هم ينشروا لنا البحث دوت في خلال شهرين، من يوليو لغايه سبتمبر كان البحث اتنشر، في نوفمبر 2017 البحث ده ظهر، والحقيقه عمل ضجه كبيره جدا في العالم كله. كان اكتر بحث اتعمل له سايتيشن جوه نيتشر سنه 2017، كان اكتر اطلقوا علينا اكتر اكتشاف اثري اتعمل في سنه، اكبر اكتشاف اثري سوري اتعمل في سنه 2017 كان الفريق بتاعنا. وان كنا احنا كلنا الفريق اللي انا وريته لحضراتكم من شويه ولا واحد فينا كان اثري، احنا كلنا عباره عن مهندسين وفيزيائيين وعلميين، بس احنا دايما بنفكر بطريقه انه هو مش اللي بنى الهرم ده غالبا كان بيعرف رياضه وفيزياء وهندسه؟
طب ما هو طبيعي ان اللي يكتشفه بعد كده يكون برضو بيعرف رياضه وطبيعه وهندسه، فيبقى طبيعي جدا ان احنا نكون ما يكونش معانا اثريين، بس نقدر ان احنا بعد كده نتعاون مع اي حد تاني عشان نبص عليه. عايزين نرصد تاني عشان نشوف في ايه كمان. احنا النهارده قادرين نشوف ال 400 متر مكعب دول، قادرين نشوف ان في مدخل داخل جوه الهرم، بس طب هو في ايه تاني؟ ايه اللي تاني ممكن يكون موجود؟ واكتر من كده تاني نسال اسئله من نوع اخر. طب هو الفراغ دوت لازمته ايه؟ طب هو الفراغ ده ممكن يكون مودي على فين؟ طب هو المدخل بتاع الهرم اللي احنا شايفينه دوت اللي محدش شافه قبل كده، ارجع تاني افكركم، احنا بنتكلم انه الهرم اكتشف او الفراغات الموجوده جوه الهرم ديت اكتشفت سنه في عهد الخليفه المامون. من ساعتها لغايه النهارده محدش لقى حاجه تاني جوه الهرم غير الفراغين اللي احنا بنتكلم عليهم دول. طب ايه فايدتهم؟ طب بيودوا على فين؟ طب هيجوا منين؟ طب ايه اللي ممكن يكون كان بيدور في ذهن المهندس المصري وهو بيبني الهرم دوت، او ملك خوف وهو بيؤمر ببناء الهرم دوت؟ دي كلها تساؤلات كتيره قوي بتدور في ذهننا وحاجات كتيره قوي محتاجين ان احنا نجاوب عليها. ده شكل الهرم اللي احنا نعرفه النهارده او اللي كنا نعرفه لغايه قبل يونيو 2017، وده شكل الهرم اللي احنا النهارده بنقول ان هو موجود على كده، ولسه هنفضل مكملين عشان نشوف الهرم دوت هيروح لفين وهيروح ولا هيوصل لفين. في مقوله شهيره قوي، مقوله عربيه وترجمت للانجليزي، وانا كنت بعتقد ان هيرودوت هو اللي قالها، حقيقه انا مش عارف بالظبط مين اللي قال المقوله دي. بيقولوا مان فيرز تايم، الانسان بيخاف من الوقت. تايم فيرز بيراميد، الوقت بيخاف من الاهرامات، كتعبير عن الاهرامات ثابته بقالها الاف السنين. انا التساؤل اللي انا بساله دلوقتي، هل هينفع ان احنا نكمل البروفيرب دوت ونقول انه ساينس انت سوري انه بيراميدز فيرز ساينس اند تكنولوجي، عشان هنقدر ان احنا بالعلم وبالتكنولوجيا ان احنا نستكشف الهرم ونشوف الاسرار اللي جواه ونشوف الفراغات اللي جواه ونشوف كل حاجه موجوده جواه. واجي اقول لكم انا ياسر الشايب الخامس عشر قدرت ان انا اعرف او اكون جزء من فريق كبير، قدرت ان انا اعرف ايه اللي موجود جوه الهرم، الهرم اتبنى ازاي، وادي الفراغات اللي موجوده فيه، وقدرنا ان احنا نفك الشفره بتاعه الهرم. دي ببساطه كده رحلتي مع الهرم من سنه مش عارف كام لغايه دلوقتي. شكرا جزيلا.